جات ولا بتهزروا؟ رشوا البخور. رشوا البخور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. ليه؟ أخيراً لقينا حد تبص له تحت. أمور يا ستي. ستك؟ أمور يا حجة. حجة إيه؟ فينو ولا بلدي؟ هي بعتك الفرن يا راجل. ده احنا هنجيب الطلبات. انت شغال يا ابني احسن. عايزين اتنين مربى دلوقتي. اه نجيب منين المربى؟ يعني احنا كنا جبنا المغاربه ولا الزباب وابويين؟ هتجيب منين المربى؟ من عند عبد العاطي. تعالى. ايوه الناس وافقت، بلاش رزاله بقى. انا ليا طلب قبل ما افرطه ينصرف. ابوه ينزل هنا يعتذر لاهل القريه. قريه ايه؟ احنا في الساحل الشمالي يا راجل. هجيب لك ابوه يعتذر لك، عايز ايه تاني؟ حاج عفارت. انت تعرفه منين؟ عليه فلوس ليه؟ هتشوفه اعمل لك ايه. ايوه يا سياد. ايه؟ لا يا سيدي، انا اول مره اشتغل هنا. في ايه؟ خلاص مش مشكله، اكشف عليه. تكشف علينا على اساس ايه يعني؟ ايه ده ايه ده؟ هكشف عليه؟ لا ما يصحش. ليه؟ احنا معانا ستات. يكشف علينا ازاي يعني؟ ايه اللي يكشف علينا؟ هو بيقول ستات، انت بتتحمقي ليه؟ انت مالك؟ حضرتك تكشف علينا اماره ايه بس؟ هوريك الاماره. رجلك دي فيها كام صباع؟ زي بقيه البشر خمسه. كفايه عليك اربعه. رجلك دي كام صباع؟ اتنين. اوعى تكون بتكذب. اتنين والتالت لسه بيقشر. تعالى رجلك دي كام صباع؟ انا عندي خوف. تعالي رجلك دي كام صباع؟ انا زواحف. اشمعنى دي يعني اللي عتقتها؟ هي كلها صباع، سيبوها في حالها. بسم الله ما شاء الله. ايوه يا سياده، خلصونا من غير ما يأذي حد. يحضر. بعد اذن حضرتك. خليه يحضر يا بيه. بعد اذن حضرتك، انا شايفك من ساعه ما جيت هنا وانت عمال تستضيف ناس، يعني يحضر يحضر، ما شفتكش بتصرف. انا بحوش يا خالد، عريس جديد. ايوه نازل. بسم الله، احلى تحيه للعفريت اللي نازل. يا راجل انت بيتك بتحضروا فرح بلدي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ امسك يا زولت. هات. ايوه بسم الله. هيفرفر تاني؟ طلع له. لا هو جاي لي مستقبله. طب وانت تتفرفر له ليه لما هو جاي؟ استنى يا هات لبيتك. بسم الله. خالد. نعم. هات البيت الصغيره الاموره. تعالى يا مريم. لا خلاص ضحي. انا ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ قال لكم الصغيره الاموره، ما انا واقفه اهو. ارجعي لاحبسك. يلا تحبسني ايه؟ نط من البوكس. ايوه. مدغور في ده هيقعد في اي حته يعني. مين دول؟ روح فين؟ اسكت انت، انا بتكلم لمصلحتك. انت ايه جاي تطلع يا راجل انت؟ يا باشمهندس عاوزنا نمشي. يلا يلا. ماشي يا عم. انت جاي تطلع عفريت ولا تقرا فاتحه يا باشمهندس؟ عشان ابقى فاهم بس. لا بس يا جماعه عشان جاي. ايوه بتخافي؟ بخاف. بسم الله ما شاء الله. ايه امسك انا. خافي ايه يا باشمهندس؟ ايه بتخافي؟ بسم الله. ايه بتعمله ده؟ خاف على البنت، حصنها. وكيل بعد اذنك يا وكيل، عدي يومك يا باشمهندس. بص قدام. بص قدام. ايوه بسم الله. احضر عليها واوعى تاذيها، دي في حمايتي. بلاش انت. ليه؟ مش مستريح لك. مش مستريح. استنى. بص يا ماما قدام. ايوه. ايه ده؟ انت بتقلب ايه؟ هعيدها تاني جدايا. يا ست ما تنطقيش. بتعوص ايدك. وايدك في سمنة. شايفة حاجة؟ لا مش شايفة حاجة. الأسياد عمتها. يا عيني. عمت ايه؟ عمت ايه يا ابن الكذاب انت؟ انت اللي خدت. مش انت اللي مغبي عينيها بإيدك؟ يلا يا موهوم. ما مرت على حس إيدك. يلا يا موهوم. موهوم. بص يا بنت قدامك. كذاب قوي. هاتي إيدك. تشتمي راجل قد أبوكي. بس خليه. شد إيدك. أهو. مالك؟ مش قادرة. سماعي عيلتك. مالك؟ مش قادرة. الأسياد شلتها، دي صغننة. دي صغننة إيه؟ زعلان علينا. أنت عندك كام ودن؟ النين. كفاية واحدة. النبي يا حاج، ده شغلي أنا فاهم فيه أكتر منك. تعالي. أيوة احضر عليها من أهل البيت. الاسم مريم. لا مريم. أنا عارف أنت ببلدهم مريم، سافرتي هناك أنت؟ ليه مسكومين كلهم؟ يتنيلوا. بصوا قدام. أيوة سن
فوق العشرين، الطول تحت الأرض. بلاش انت، انا مش باين من الأرض، خليها على الله. التعبان بيرزق في الشجرة. ايوه لا يلا بقى، ما تقرفناش، دور عليها تلاقيها، هي قليلة سفيفة لا ترى بالعين المجردة. ليه يا ابعد؟ احسن احسن، لا ترى بالعين المجردة. يراها اي كفيف. ايه سقفوا عليه، سقفوا معاه. لا يا باشمهندس. ايوه الصوت جاي من فوق يا حاج. فين يا اخ؟ تقريبا بتوع الصيانه. مبروك. صيانه ايه يا كاب؟ ايه يا ايه ده؟ ايه وانت الدهية. اشتغل يا الله. احضر عليه واوعى تأذيه، انا في حمايته. ايوه من اهل البيت، من اعمده الفيلا، تربى وترعرع في غابات السافانا، يتغذى على الطائرات المخطوفه. انت بتتكلم بجد؟ ايه اللي حصل؟ جوره انا جوره بسرعه. هم عايزين ياخدوني تاني؟ لا مش انت جده يا بوزك. ايوه قول لهم الشكر والذبيحه عندي. بيعت ايه؟ مش انتي جدايا؟ وعي شوية، خدي رزقك. مش انتي؟ احدفها سكرو. انا مالي؟ ايوة هاتوا الحلة. هاتوا له الحلة كلكم. روحي. وانا كمان. يلا حاضر. بكرة الساعة 6. ايه 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 ده الراجل ده؟ الراجل ده ايه ده؟ ايه ده الرطيس احنا؟ ايه وانا حسن؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. روح هات الحل. ما احنا جبناه. ثانيه، ما الحل اهي. روح ودوها ودوها. ترنا بيه حكم الاسياد. روح ودوها. اسياد بيه. روح تعالى يا عم جيب الحل. تعالى انت بالذات. روح معانا. ما تروحيش تجيب الحل. ليه تيجي معانا؟ خدها يلا، يبقى هاتيها بكره الساعه 6. لا الراجل ده عينه زايغه. هاتوا الحله. يا بيحترمنا عيب. ده شويه فانتازيه، اللي كان فيه حاجات فانتازيه خفت عليكم تشوفوها. لا ما تخافش عليا عيب، احترمني عشان انا غبي. حاضر. مش كسم شو واقف جنبك انا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. ايه ده؟ عفرته هنا؟ اه استوى. هو عنب ابعد. عفرته معانا يا حاج. هنا؟ ايوه. متاكد؟ ايوه. يا ابو جنيه وربع يا معفن. مش عايزين نبدا بالشر. ايوه بسم الله. يلا يا ابني زي زمان، لا تأذينا ولا نأذيك. الله 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 الله. انت فين انت؟ ايوه ايوه لا تأذينا ولا نأذيك. الله الله. عودوني عودوني. ده فين وانا بحضر عمرو دياب؟ اوف. ايوه ايوه. يلا يا عفروتو يا حاج. نعم. عفروتو هيدخل في جسمي انا. طيب هنعمل له دقه زار هطرده من جسمي. طب ما تحليه في جسمك. هو انا مش بني ادم ليه؟ حرام عليك. بسم الله. يلا يا عفروتو يلا ادخل في جسمي. ادخل من الركب. ركب؟ ايوه على اساس انها اقرب حاجه. مش يلا كلنا ركبنا مع بعض يا اهل الخير. ايوه يلا نق يا بابا. ركب كتير قدامك. اتنين حريمي وتلاتة رجالي وتنين. فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فرفر بقى. تنازل جوه؟ يا ناس ابوس ايديك. ايه؟ ايه بتعمل ايه؟ بيعجبني قوي يا ست. ارجعي بقى جدايه في خدك. يلا يا ابني. جاهزين؟ اه جاهزين؟ ايوه بسم الله الله اكبر.